أغاني التغاني هل على الشعب شعبان ما ننسى والمبغض يخاف هواي من معنا ويوم 15 شعبان ما ننسى والمبغض يخاف هواي من معنا برضج كربلاء هناك احنا نتلقى برضج كربلاء هناك احنا نتلقى ويم العلقمي نرمي الحزن والآه كل هالتاني هالطلعة البهية ويتنادي العجل يا ابن الزكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. شهر شعبان المعظم، هذا الشهر الذي حباه الله بالكثير من الخير واليمن والبركة، شهر يعد من أشهر المواسم العبادية الممهدة لشهر رمضان المبارك ولليلة القدر العظيمة، وتوجد فيه ليلة جعلها الله عز وجل بمصافي ليلة القدر ودونها برتبة في الفضل والمنزلة الرفيعة، ألا وهي ليلة النصف من شعبان التي جعلها الله ليلة الطاعة والعبادة والتضرع إليه سبحانه وتعالى. وقد خصصت هذه الليلة بزيارة عظيمة لسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كما حباها الله بأن جعلها محلاً لولادة سيد الكون بعد النبي الأكرم وأهل الكساء، ألا وهو إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، حيث كانت ولادته في ليلة النصف من شعبان سنة 255 للهجرة. لذلك ارتأى شيعة أهل البيت أن يخصصوا هذه الأيام، أيام النصف من شعبان، لزيارة أبي عبد الله الحسين، وارتأى الكثير منهم أن يأتوا إلى أبي عبد الله الحسين سيراً على أقدامهم. نحن في قناة الإمام المهدي الفضائية كنا اليوم على طريق الأحرار، طريق أبي عبد الله الحسين، طريق يا حسين، وأعددنا لكم هذا التقرير المصور عن الزائرين إلى أبي عبد الله الحسين في ليلة النصف من شعبان. كونوا معنا سادة المشاهدين الكرام وهذا التقرير المصور. شعبان التغاني هل على الشيعة للمهدي جينا نجدد البيعة شعبان التغاني هل على الشيعة للمهدي جينا نجدد البيعة. سادة المشاهدين الكرام، مع أحد الزائرين السائرين على أقدامهم مشيا إلى أبي عبد الله الحسين، سلام عليكم. عليكم السلام. الله يتقبل الزيارة إن شاء الله. الحمد لله والشكر. شو تمثل لك زيارة النصف من شعبان؟ والله هاي زيارة، يعني هي زيارة عظيمة، ولادة المولود المهدي على عجل الله فرجه، وروح نواسي بها أبا عبد الله الحسين بهاي الزيارة. كم سنة أنت تسير على هذا الطريق بهذه الزيارة؟ والله لا تسألنا على كم سنة، على طول عدد عمر من أنا شاب لحد ذاك النظام ولحد هاي الساعة أمشي، يعني الكربلاء مو هذا الطريق، من كان طريقنا على الجدول ذاك الروح على هاي الشعبانية، هو هسه صار عمر تقريبا 54 سنة وأنا أمشي. ماذا تريد من الإمام الحسين وأنت تقصده؟ والله للشفاعة منه وحسن العاقبة ونوصل بالسلامة الله يحفظ العراق إن شاء الله، يحفظ العراق وزواره والأمان إن شاء الله نريده من العراق. إي والله يحفظ العراق. كيف كانت الخدمات على الطريق؟ والله خير وبركة الخدمات من النجف لهنا، الواكب من فتحة والحسينيات، وأكل متوفر وماء وخير وبركة. الله يبارك إن شاء الله. شكرا جزيلا، الله يتقبل. أغاتي رحم الله والدك بعد. لازلنا وإياكم سادة المشاهدين الكرام مع الزائرين الوافدين إلى حرم أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يتقبل الزيارة والأعمال الجميع إن شاء الله. من أي مكان؟ من البصرة. من البصرة، نعم. حدثني عن هذه الزيارة، ماذا تمثل لك زيارة النصف من شعبان؟ والله هاي الزيارة خير من الله، هي طاعة إن شاء الله وبركة، ونحن إن شاء الله أهل البيت إحنا ما نقدر نتخلى من عتهم، إن شاء الله نتواصل لزيارة، نجي من أي مكان لأهل البيت نتواصل نزور خير وبركة ونتبرك بهم.
كم سنة وأنت تأتي إلى زيارة أبي عبد الله الحسين في النصف من شعبان؟ والله صار لي يمكن من 2007 أنا كل سنة أجي مشاي، أجي من البصرة للنجف وأطلع الكربلة مشاي. طيب ماذا تريد من الإمام الحسين وأنت تقصده في هذه الزيارة؟ والله أريد الشفاء، أريد الخير للبلد إن شاء الله، أريد المساعدة من عنده بجاه عند رب العالمين. هاي. كيف وجدت مستوى الخدمات على الطريق؟ خير من الله، نعمة خير من الله، يعني ما تتوقع، خير من الله وطالع المواكب وخير من الله، شيء تريده موجود. نتمنى لك سلامة الوصول إن شاء الله. الله يوفقك الجميع إن شاء الله، مية تلو عليك. مية تلو. سادة المشاهدين الكرام، خدمة الإمام الحسين لهم القدح المعلى في مسألة خدمة الإمام الحسين الذين رفعوا هذه الخدمة في كل المحافل نبراس يستنير به كل من أراد أن يخدم مجتمعه ويخدم الإنسانية بصورة جمعاء. يسرنا أن نلتقي مع أحد خدمة الإمام الحسين. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يتقبل خدمتكم للإمام الحسين إن شاء الله. جميع إن شاء الله رحمة الله عليكم. حدثني حاج، أنت الآن في زيارة النصف من شعبان ونلاحظ على طريق يا حسين هنالك زوار يتوافدون، حدثني عن هذه الزيارة. والله هاي الزيارة هي يعني تدري أنت زيارة الإمام الحسين يعني تتمناها كل الناس، خاصة هاي اللي هي خارج العراق، احنا جاي نشوف وفود جاي تجي أو تتعب أو توصل لهنا، فإحنا هسا يعني شريد نقدم ما نقدر نوفي، فهذا اللي هاي وانت تدري هاي شوف الزوار او احنا خدمة الزوار وهاي احنا مبسطين ان شاء الله. نلاحظ هذه السنة زيارة النصف من شعبان صادف ان يكون الجو فيه شيء من البرودة، استعديتم لهذا الامر؟ ان شاء الله مستعدين اليه، وهذا موجود كل شيء موجود وموفرينه لهم. كيف وجدت يعني الزائرين تقبلهم لمسألة الخدمات التي تقدمونها، مبيت الخدمات، حدثني عن الخدمات بصورة عامة. والله الخدمات موجودة، كل شيء موفرين للزوار، منام، أكل، شاي، كله موجود لهم. ماذا تطلب من الإمام الحسين وأنت تخدمه؟ والله نطلب أن يوفقنا على هالخدمة إن شاء الله الجميع، يعني الله سبحانه وتعالى كن يوفقنا على هالخدمات. كل هالتاني هالطلعة البهية وتنادي العجل يا ابن الزكية، سيان وكلنا نمشي بنج تشريعة، سيان وكلنا نمشي بنج تشريعة. شعبان شعبان التاني هل على الشيعة، وللمهدي جينا نجدد البيعة. شعبان بسم الله الرحمن الرحيم، انا غادر، انا من الايران، نصوب الهواز يعني هسه حدو جاي نمشي مشاي، الحمد لله الموكاو والناس وايده والحمد لله امان، وهسه حدودنا يوم جاي نمشي مشي من النجف لهسه لحد هنا حدود جاي نمشي على الطرب درب النجف، من النجف لحد كربلاء. والله الحمد لله هسه الناس وايده جاي تمشي، ناس وايدة هم الحمد لله، خير خير خدمة رحمة من الله وايدة، والناس هم الحمد لله شكر ما نوايد هم جاد، الناس فعلا زيارة حلوة إن شاء الله نوصل بالسلام الكربلة، وهاي يوم جاعدين نمشي. وجدتم فرق في استقبال أهل المواكب لكم؟ لا حلوين أهل المواكب، حلوين الحمد لله، يحيون بالزوار. نعم. الحمد لله شكر، الله يبارك فيكم، الله يبارك، شكرا، تصلون بالسلام. وأشكر إن شاء الله سلمكم، وأشكركم على الفضل الموكبين وعلى الناس الطيبين. الله يبارك، الله يبارك. شكرا. لا زلنا وإياكم سادة المشاهدين الكرام ومع خدمة الإمام الحسين في المواكب الحسينية. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم مولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والنصف من شعبان. نهنئ العالم الإسلامي والمراجع العظام والقادة الكرام بمولد الإمام الهمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه،
وسهل الله تعالى مخرجه، وجعلنا الله تعالى من أنصاره ومن اللائذين تحت لوائه بحق محمد وآل محمد. أنتم الآن في المواكب الحسينية تستقبلون زوار أبي عبد الله الحسين، حدثني عن هذه الخدمة. كان جلوسنا من يوم الأربعاء، زوار الحسين عليه السلام ما شاء الله في هذا الطريق مبيت، بعض الأحيان تنمني الحسينية لكثرة الزوار، نقدم لهم وجبات طعام الإفطار والعشاء والغداء، أضافة إلى الشاي والحليب وما شابه ذلك، إلى الشرابيت إلى الكيك اللي نقدره حقيقة يعني، ونسأل الله أن يحفظ الزوار بحق محمد وآل محمد. ماذا تريد من الإمام الحسين وأنت تخدمه؟ من مثلك لعند الشعر ينظام، يا ليث ما دخيلك يوم ينظام، حالات الظخر للشدات ينظم، يا ليث اشتدت الشدة علي. نريد بيوم الشدة يوم لا ينفع لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بارك الله بك، موفق إن شاء الله، نسأل الله قبول هذه الخدمة بحق الإمام الحسين. أسأل الله القبول لنا ولكم وللإسلام والمسلمين جميعا بحق محمد وآل محمد. سادة المشاهدين الكرام، رغم كبر سنه إلا أنه أبى إلا أن يأتي إلى أبي عبد الله الحسين سيرا على قدميه. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج من أي مكان؟ من غماس. أهلا وسهلا بك في أرض النجف. كم عمرك حاج؟ عمره 60. 60. نعم. نلاحظ أنه بهذه الأجواء، يعني الجو فيه رياح عالية، فيه برودة، إلا أنه تأتي وأنت بهذا العمر لزيارة أبي عبد الله الحسين، ماذا تريد من الإمام؟ أريد من الإمام يكفينا شر أشرار الدنيا كلها، ويكفينا شر أمريكا وربع أمريكا، ويستر على الإسلام والمسلمين. كم سنة من يا سنة أنت تزور الإمام الحسين؟ من 69. من سنة 1969 أنت تأتي إلى أبي عبد الله الحسين مشيا. نعم. أهلا وسهلا. أولادك، هل علمت أولادك على أن يسيروا على نفس هذا الطريق؟ نعم، هسه هم يسيرون على نفس الطريق ويتوسلون بي، أريد وياك نروح للزيارة. كيف وجدت مستوى الخدمات على الطريق؟ الحمد لله الخدمات جيدة، الحمد لله، الله يبارك بالناس ويستر عليها ويكفيكم شر بني آدم، أنتم وجميع واحد يسعى لهذا الطريق، اللي يطب لحضرتك يتشرف وينهاب، يا باب النجاة الماء يقصدك خاب، جدك قارب الباري أقل من قاب، قوسين وعرش الشرف بي، قوسين وعرش الشرف بي، نتمنى لكم الموفقية. الله يسلمك ولجميع الكادر مال قناة المهدي. شكرا جزيلا، لا تنسانا بالدعاء رجاء. الله ينصرك. سلام عليكم. عليكم السلام، الله يعافيك. من أي مكان حاج؟ من البصرة. من البصرة، أهلا وسهلا بك في أرض النجف. حياك الله. كم عمرك حاج؟ عمري 74. إن شاء الله العمر كله جاه الإمام الحسين. الله يعزك. أنت قاصد إلى أبي عبد الله الحسين لزيارته في النصف من شعبان، ماذا تريد من الإمام؟ أريد الشفاعة ويكافينا شر ابن آدم والصحة والإيمان، غير هاي ما أريد، مالات ما أريدها، مالات بالدنيا. في النصف من شعبان ولادة الإمام الحجة. نعم. عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم. أنت ماذا تخاطب الإمام، إمامك الحي الموجود معنا الآن، إمامنا؟ إمامنا الحي نخاطبه بالعجل، بالعجل، ترى تاذين إحنا، ما تشوف هاي العالم كلها علينا، لأن إحنا شنهي أصحاب أهل البيت وأحباب الإمام علي، وهاي المنهج ما نبطل منه إلا تنقص رقابنا. موفق إن شاء الله. كيف وجدت الخدمات على الطريق في المواكب؟ والله الحمد لله خير من الله. الله يسلمك. موجود الأكل والشرب كله موجود. إن شاء الله، موفق إن شاء الله. جميع والله. الله يعزك. أتمنى لك سلامة الوصول. الله, الله يبارك فيك. شكرا. شكرا حاج. شكرا. سلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. أنت بهذا العمر في مرحلة الشباب وتقوم بتقديم هذه الوجبة، وجبة التمر إلى الزوار. ماذا تعلق؟ نحمد الله سبحانه وتعالى على هدايتنا لحب أهل البيت عليهم السلام.
وحب الإمام الحسين عليه السلام هو نعمة من نعم الله علينا. نشكر الله سبحانه وتعالى لهدايتنا لخدمة زواره بهاي الظروف، بهذا البرد، بهاي الأوضاع، نحن نقاوم لخدمة زواره عليهم أفضل الصلاة. ماذا تطلب من الإمام وأنت تخدمه؟ نطلب منه صك الشفاعة، حفظ أهلنا أحبابنا، نسأل الله قبول إن شاء الله. حبيبي موفق، بارك الله فيك. إذن سادة المشاهدين الكرام، هم يجددون العهد مع إمامهم وسيدهم وشفيعهم في يوم القيامة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك هو تجديد العهد والولاء لإمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهي ذكرى ولادته في ليلة النصف من شعبان، يحيونها بالقرب من جده أبي عبد الله الحسين. ها قد وصلنا وإياكم إلى ختام تقريرنا المصور الذي أعددناه للزيارة الشعبانية من هذا الطريق، طريق يا حسين، في مدينة النجف الأشرف. إلى أن نلتقيكم في تقارير مصورة أخرى إلى ذلك الوقت، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهدي جانا.